رمزي وراه من الاخرين تاعك. السلام عليكم متتبعي صفحة تيفازا 24، مرحبا بكم خالتي. اليوم مردومة مش عيبة. يا مرحبا مرحبا العالمية. يا مرحبا. يا مرحبا. المردومة راهي لهنا بقوة حاضرة. العالمية راهي لهنا مرحبا. كيف رانا نشوفوا لهنا خالتي مردومة مش عيبة. هذا وين طلعت؟ هذا بيك كل أنواع اللحوم خالتي مرحبا بكم. خالتي مرحبا بكم. سقمة سقمة. أبردوما قوة بشعيبة خالتي. قوة قوة بشعيبة. مرحبا مرحبا خوتي. قوة بشعيبة المردومة. مرحبا مرحبا بكم العالمية راهي لهنا خوتي. السومة البنة الذوق الهبير راهي لهنا خوتي. يا محمد ورينا تشوف. مرحبا مرحبا. استفازة قاعد تشوفي. مرحبا خوتي حضوركم يشرفني خوتي الاستفازة. مرحبا بكم عندنا عند مطعم بالإخوة طريق اسماعيل الشعيبة. مرحبا بك خويا سامي. سبوني غير البنة قوة راهي حاضرة لهنا يا عدني لي. نسيم انا عماد مرحبا بكم خويا نسيم. عدنا لهنا بولي فارسي. واش هذه رمزي؟ هذه لي كوت غنمي. عدنا لي كوت بقري. عدنا لي جيكو. عدنا لي جيكو. عدنا الرقبة العالمية راهي لهنايا. ولا انا يا عدنا الكتوفة. عدنا جيزو. عدنا جيزو. عدنا لي كويس تعدان خوتي لهنا يا حرج بنين العالمية ديريكت. عدنا لي كويس تعدان فيهم بالكونتر خوتي مرحبا. كاين فارسي تعدان كاين نجدان. مرحبا لهنا يا خوتي البنا الماعز راهو تحتها. سمعتي وين راه الماعز؟ هذا هو هذا الدواء هذا خوتي هذا الماعز هذا هذا الدواء خوتي اخويا ها هو. مرحبا مرحبا. هذا بولي فارسي ما شاء الله خوتي. هذا رمزي 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 اروح تدوري لي اروح. هذا جيل 40 هذا جند هذا هو الشرط اليوم تاع الاسلام هنا يا خوتي ثاني قعدنا حي وفتح لي شروط يمكن الجوجه تاعو عندك شروط والله راه كاين واحد مخبوط رمزي 500 واحد ويشوف لك لي باس. مرحبا بخوتي الحباب العائله الاصدقاء. هذه قلنا هذه واش رمزي هذه اكثر كود اكثر كود تبع لي عندنا الزليف هاو الزليف شباب اربعه شي واحد من الدوم تهلاو ليه مرحبا بكم خالتي. ها يا ضياء عندنا لهنايا ثانيك لي كويس عندنا لي كويس كويس ما شاء الله عندنا هادو لي اسمهم هادو لي جيكو عندنا لهنايا الرقبة عندك جيكو مع الرقبة عندنا لهنايا لي كوت لي كوت ان شاء الله هذه تاع البقري ان شاء الله خاطر المهم مرحبا بكم خاطر نوريك البلاصه باش تعرفوها مليح هنايا هنا كي تدخلوا على شعيبه هنا سميتو هذا مش مسكين عندنا بعيا باش يعرفوا مطعم الاخوه مرحبا بك واضح نزيدو نقولوا هاي وراك هنا مطعم الاخوه هذه هي مأكولات الاخوه جوال انا يمكن اخويا ايمن اخويا ايمن ما شاء الله لهنا يا تفتح له على شعيبه من هنايا الجوله دي 600 مسجد من هنا عمر بن الخطاب عاود نقول له من هنايا هذه دخله تاع شعيبه كنا طالعين على بسماعيل دخله تاع شعيبه مرحبا بكم خالتي هنا راهي خوه لهنايا صافي بليزير في شعيبه عندنا المحكومه المخدومة مش عايبة خالتي مرحبا بك عندنا هذا بولي فارسي شباب بزاف هذا دجاج مردوم ما فيش لا كوموند
عندنا لهنا هذا طول عمري شيكو هذا مردوه ما تشعيبه مردوه ما تنقوه بشعيبه الناس دويت وعطوه يتبعو فين ابراهيم صافي خويا خوتي مرحبا بكم شعيبه عند ايمن امين خويا ايمن ايوا وري لي المشوي تاعك ما ننساوهش المشوي ما ننساوهش المشوي كيفاش المشوي كيف ننساوه المشوي هو اساس الملائكه اه طيب عنين يا ما شاء الله ما ينساوش المشوي ما اشتركي ما اشتركي شرفنا عذركم يا كيف لا شرفنا عذركم الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله كلهم كثرنا الفرطات رانا غالقين حبيك ولا رانا مع الهجرة على الترويق هيا عندنا غير لونبورتي خالتي هيا حنا يا دوكا ماهوش عندنا الكود باسكو هيا وشنو عندنا ما فيه شقة نعاودو نقولو المردومة باش نحفلو الله يفتحنا هذا هذه هي المردومة خالتي شكرا خالتي هاني هنا في القهوة المردومة نحم زبدة خالتي يا خالتي كما فرطجونا الله يجازى له ماكسيمو خالتي الله يحفظكم ولي حبي يجي يتصل بالرقم اللي حطو عند ايمن امين لازم نخدمو خويا الله غالب مرحبا بكم خالتي والسلام عليكم الله يغفر لك